وترشيح شخصيه مستقله وما مثلت اي جهه من 2003 لحد هسه. هاي مطالبنا المشروعه. احنا ضحينا بارواحنا، طلعتنا هاي اليوم، من طلعنا ندري انه ارواحنا احنا راح نخسرها. احنا لما نريد بلد خالي من الاحزاب، احنا قلنا نريد بلد خالي من الاحزاب، يعني هم ليش ما جاي يفتهمون، ما قاعدين شيء يعني.